بنتكلم في الجزء الخاص بالاقتصاد الاجتماعي بصورة عامة عن اقتصاديات العمل. بنتكلم على العلاقة بين عنصر العمل وعنصر رأس المال. الجزء الثاني بنتكلم على ما يطلق عليه كلمة المرونة الأجرية. الجزء الثالث دور نقابات العمال في سوق العمل. لو قلنا العلاقة بين عنصر رأس المال والعمل، بنلاقي عنصر رأس المال ليه تكلفة وهو عبارة عن سعر الفايدة. طبيعة الحال لو سعر الفايدة قل هيبدأ طلب رجال الأعمال على الأموال يزيد أو على رأس المال ويقل طلبهم على العمال والعكس. أما المرونة الأجرية فهي مقياس أو مؤشر أو قانون بيبين العلاقة النسبية أو نسبة التغير ما بين طلب المنتج على العمال وبين التغير في الأجر، وقد يكون هذه المرونة أكبر من واحد أو أقل من واحد أو مساوية للواحد. الجزء الثالث دور نقابات العمال في سوق العمل عندما تشتد الصراع وتعارض المصالح بين العمال وأصحاب الأعمال. طبعا مصلحة رجال الأعمال هو تخفيض التكلفة أو تخفيض الأجور، مصلحة العمال هو عبارة عن زيادة الأجر، ويأتي زيادة الأجر من خلال أن تؤثر نقابات العمال إما على طلب المنتج على العمال وإما على المعروض من العمال. في حالة طلب المنتج على العمال بتقوم نقابات العمال بإيجاد مهارات جديدة فنية للعمال فينتج عنها طلب مزيد من العمال من جانب المنتج، ومع ثبات المعروض من العمال يزداد الأجر وهو هدف النقابة. إذا ما قدرتش النقابة تعمل الغرض ده كله بتحاول إن هي عن طريق إعطاء العمال إعانات بطالة وبتبدأ تقدم المعروض من العمال داخل السوق، ومع ثبات الطلب على العمال يزداد الأجر وهو الهدف أيضا. آخر جزء بنتكلم فيه على أهم الأصالة الاقتصادية الناتجة عن هجرة العمالة المصرية دول الخليج. طبعا الدافع الرئيسي لهذه الهجرة هو دوافع مادية، إما البحث عن فرصة عمل غير موجودة أو البحث عن فرصة عمل بأجر أعلى. وتؤثر الهجرة على الأسعار أو التضخم، وتؤثر على سوق العمل، وتؤثر بطبيعة الحال على ميزان المدفوعات. وأخيرا من الممكن أن تعود العمالة المصرية من دول الخليج إما لأسباب شخصية خاصة بالعامل نفسه فقد يعود نتيجة لتحقيق أغراضه وهو غرض اقتصادي، أو يعود نتيجة لأغراض اجتماعية خاصة بالأسرة بتاعته، وقد يعود العامل نتيجة لظروف الدول اللي هو كان رايح لها، وقد يعود العامل نتيجة لاتباع مصر ما يطلق عليه كلمة برنامج الإصلاح الاقتصادي أو الارتباط ما بين الإنتاجية والأجر.